السادة المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة سهيل الفضائية قناة الثورة، والبداية كالمعتاد بأبرز العناوين. توجهات تركية للانفتاح الاقتصادي مع اليمن. اللجنة العسكرية إجراءات صارمة لمواجهة التقطعات. قوات الأسد تواصل قصف المدن والبلدات السورية. أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندو اليوم نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية بولانت أرنش الذي يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة السادسة للجنة الوزارية اليمنية التركية المشتركة التي بدأت أعمالها اليوم بصنعاء، وناقش اللقاء الجوانب المتصلة بالدعم التنموي المقدم من الأصدقاء الأتراك لليمن والدور المعول على افتتاح وكالة التعاون والتنسيق الدولية التركية لتعزيز أطر التعاون المشترك، وكذا الحرص على إيجاد آليات تنسيقية فاعلة لضمان تدفق الاستثمارات التركية إلى البلاد وتقديم التسهيلات المختلفة اللازمة لإنجاحه. إلى ذلك، كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية التركي بولانت أرنش عن اعتزام الحكومة التركية مضاعفة سقف الدعم المقدم لليمن من خلال تمويل العديد من المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والنقل والبنى التحتية، منوها بأنه تم إقرار تقديم المساعدات التنموية لليمن على هيئة منح تمويلية. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن جمال بن عمر أن العملية الانتقالية في اليمن لا تزال هشة وتواجه مخاطر كبيرة، مشيرا إلى أنها مهددة من الذين لم يدركوا بعد أن التغيير يجب أن يحدث الآن. ودعا المبعوث الدولي كافة القيادات السياسية واللجنة الفنية المسؤولة عن التحضيرات للحوار إلى حل القضايا العالقة وإعطاء جميع المكونات الفرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تواجه البلاد، باعتبار ذلك ضرورة ملحة لإطلاق مؤتمر الحوار. وجدد بن عمر التزامه بالعمل مع جميع الفرقاء السياسيين والمجتمع الدولي، وذلك لضمان إطلاق مؤتمر الحوار الوطني واستمرار العملية الانتقالية بنجاح. جددت فرنسا دعمها للتحول الديمقراطي في اليمن، وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية الفرنسية فيليب لاليو في بيان صدر مساء أمس في باريس إن فرنسا ترغب في إعادة تأكيد دعمها ومساندتها للرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى إجراء الحوار الوطني على نحو شفاف ومتوازن ويضم جميع الأطراف المعنية بموجب الجدول الزمني المحدد لعملية الانتقال. وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها اليوم برئاسة وزيري الدفاع والداخلية وبحضور محافظ صنعاء أمام عدد من القضايا المدرجة في جدول أعمالها، وفي مقدمتها المستجدات الأمنية التي تحاول إعاقة سير الحياة الآمنة وتعطيل حركة سير المواطن والحركة الاقتصادية والتجارية بين المحافظات في عمل يستهدف الإضرار بمعيشة المواطن وحركته. وأقرت اللجنة إنشاء منطقة أمنية في طريق الحديدة صنعاء تتحمل مسؤولية توفير الحماية الأمنية اللازمة للطريق ومنع حدوث أي تقطعات والضرب بيد من حديد ضمن من يقدمون على هذه الأعمال الخارجة عن القانون والمسيئة للعادات والتقاليد، واعتبار من يقطع الطريق تحت أي ادعاء خارجا عن القانون ومرتكبا لجريمة الحرابة. كما أقرت اللجنة إبعاد الوحدة العسكرية من الطريق والنقاط على امتدادها وإعادتها إلى مواقعها باستثناء من تم تكليفهم بمهام أمنية.
التقى وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان اليوم السفير البريطاني بصنعاء السيد نيكولاس هوبتون والوفد المرافق له، والذي يضم كل من السيد سيمون شير كليف رئيس دائرة مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية، والكوماندا ريتشارد والتون مدير وعام مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات الأمنية، لا سيما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. ونوه السفير البريطاني بالجهود الأمنية اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم الأجهزة الأمنية تقنيا وفنيا في مواجهة الجريمة. التقى قائد القوات الجوية والدفاع الجوي اللواء طيار راشد ناصر الجند بصنعاء اليوم الملحق العسكري الجوي الروسي مقدم طيار إليكسي شاماتوف ومساعد الملحق العسكري لدى بلادنا المقدم إليكسي لويوف. وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين القوات الجوية والدفاع الجوي والقوات الروسية الصديقة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وفي مجال تشفير الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأنتينوف M26 التي سقطت في منطقة الحصبة من أجل المساعدة على قراءة تسجيلات الصندوق. من جانبه أبدأ الملحق العسكري استعداد بلاده تقديم الخبرات اللازمة، وذلك بإرسال الصندوق الأسود إلى جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة للمساعدة في كشف التشفير عن الصندوق الأسود ومعرفة آخر المعلومات التي يحتويها هذا الصندوق. شيع اليوم جثمان شهيد الواجب العقيد علي ناصر الأسدي قائد كتيبة الدبابات في اللواء 312 مدرع إلى مقبرة الشهداء بالعاصمة صنعاء. وكانت أيادي الغدر والخيانة استهدفت الشهيد وهو يؤدي واجبه الوطني في حفظ الأمن في محافظة مارب. وخلال التشريع الذي تقدمه نائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون العمليات اللواء الركن علي محمد صلاح، نددت الشخصيات السياسية والاجتماعية وجموع المشيعين بالأعمال التخريبية والإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن وتطالب منتسبي القوات المسلحة والأمن، مطالبين بملاحقة تلك العناصر الخارجة عن القانون وتقديمها للعدالة. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بقذيفة RPG أطلقها مسلحين كانوا يستقلون سيارة من نوع حبة على صالة يحتفل فيها الحوثيون بمنطقة الجراف. وقالت مصادر صحفية أن القتلى هم يحيى أحمد الكحلاني وعبد الملك الماخذي وإبراهيم يحيى عبد الله الغرباني. هذا ولم تعرف ملابسات الحادثة أو الجهات التي تقف خلفها حتى ساعة كتابة هذا الخبر. نفذ موظفو نقابة أطباء الأسنان وقفة احتجاج أمام وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بإعادة انتخاب قيادة النقابة، ويطالب الأعضاء بنقابة مهنية غير مسيسة. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدت في وقت سابق الأعضاء بإجراء انتخابات، لكن ذلك لم يتم حتى الآن. يشار إلى أن المجلس المركزي للنقابة لم يشهد انتخابات رسمية منذ 15 عاما، في حين يشكو الأعضاء من الفساد من قبل قيادة النقابة التي تم انتخابها بطريقة غير شرعية حد قولهم. كلهم اجتمعوا لأجل مطلب واحد وهو إنشاء نقابة طبية مهنية. يكفينا فساد. إلى حد الآن منذ أن عرفنا أنفسنا لم نرى أو نلمس أي نقابة منتخبة تدافع عن حقوقنا. قضيتنا لها إلى الآن يعني قديمة جديدة، ولها إلى الآن ما يقارب 8 سنين، وإحنا نتابع بعد الوزيرة، وعلى أساس أنه يعقد مؤتمر لأطباء الأسنان ينتخبوا هيئة مكتب تنفيذي أو من يمثلهم بشكل شرعي وعبر قواعدهم.
أعلن اليوم في صنعاء عن تأسيس حزب التضامن، وأقرت الهيئة التأسيسية على اختيار الشيخ حسين عبد الله الأحمر رئيسا لها. وأكدت الهيئة التأسيسية لحزب التضامن أن الحزب ينطلق في تأسيسه من أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وثورة 11 من فبراير الشبابية الشعبية السلمية. إن لقاءنا اليوم لقاء تاريخي للجنة التأسيسية لتعلن عن مولد حزب الحاضر والمستقبل، حزب التضامن الوطني الذي يتبنى أهداف وقيم ثورة سبتمبر وأكتوبر والثورة الشعبية الشبابية. كما تعلمون جميعا أن الساحة الوطنية واسعة وقضايا الوطن عديدة والتحديات والصعوبات كثيرة حاضرا ومستقبلا، لذلك سنعمل على أن يسهم حزبنا مع القوى السياسية في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطنون والتخفيف عن وطأتها وآثارها وفتح آفاق الأمل بغد مشرق تتفجر فيه طاقات الإبداع والتفاعل والتنافس للوصول بالوطن إلى ما يرفع من شأنه ويجعلنا نتفاخر به. بمناسبة اليوم العالمي لمنع إفلات قتلة الصحفيين من العقاب، نفذت نقابة الصحفيين اليمنيين وقفة احتجاج للمطالبة بوقف الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والتذكير بقضية الصحفيين الذين استشهدوا العام الماضي أثناء تغطية أحداث الثورة الشبابية الشعبية السلمية. الزميل محمد الحطامي حضر الوقفة وفانا بالتقرير التالي. تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، نفذت نقابة الصحفيين اليمنيين وقفة احتجاج في مقر النقابة للمطالبة بمعاقبة قتلة الصحفيين وجرهم إلى العدالة. تذكير بزملائنا الصحفيين الذين استشهدوا ودفعوا ثمنا باهظا مقابل يعني تعريف العالم بما يحدث في اليمن أثناء الثورة الشعبية. هنالك في إجراءات الآن قد ربما في التنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ومنظمة اليونسكو لاتخاذ إجراءات لملاحقة قتلة الصحفيين. ويعاني الصحفيون اليمنيون منذ عدة سنوات من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والاختطافات وغيرها من أساليب القمع والاضطهاد، غير أن العام 2011 يعد عاما استثنائيا لدى الصحفيين وأكثر سوداوية وعنفا، حيث سفكت فيه دماء 5 من رجال الصحافة والإعلام وهم يؤدون واجبهم المهني في خدمة الحقيقة. كما تعرض الصحفيون ل13 حالة شروع في القتل استهدافا بالرصاص الحي، في حين عمدت قوات الأمن إلى إخفاء الشهود بشتى وسائل العنف والبطش. هناك مؤسسات اعتبارية يجب أن تلاحق هذه المؤسسات أو هذه الأجهزة بقياداتها السابقة ومساءلتها عن حجم التعذيب أو الإرهاب أو القهر أو حتى الأمر بمضايقة وتهديد الصحفيات والصحفيين خلال الفترة الماضية وليس فقط في عام 2011. المشاركون في الوقفة أكدوا أن دقائق الصمت والوقفات التضامنية وحدها غير كافية، وأنه لا بد من فعل حقيقي لملاحقة القتلة وتقديم كل أنواع الدعم لأسر الشهداء من الصحفيين. كنا العام الماضي في مثل هذا اليوم قد التقينا بالنائب العام الدكتور علي الأعوش وقدمنا له طلب بفتح تحقيق في قضايا مقتل الصحفيين، طلب رسمي. هو تفاجأ أن احنا نطالب بفتح تحقيق في هذه في قضايا الاعتداء القتل على اللي تعرضوا له الصحفيين، وكان الحجة أن هناك مبادرة وهناك يعني لا أدري حصانة. ويتحد الصحفيون ونقاباتهم ومنظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة ووكالات الأمم المتحدة في إعلان موقف عالمي رافض لإفلات القتلة من العقاب وإنهاء الحصانة التي يتمتعون بها. سؤال يضعه الصحفيون اليوم حول ما إذا كانت الانتهاكات التي أدت إلى استشهاد زملائهم سوف تتوقف أم أن هذه القائمة ستظل مفتوحة؟ محمد الحطامي لقناة سهيل من مقر نقابة الصحفيين بصنعاء.
إلى ذلك أكد عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين في استطلاع لقناة سهيل أن انتهاكات حقوق الصحفيين في اليمن في تزايد مستمر، وأن وضع الصحافة ما يزال سيئا رغم زيادة جرعة الحرية في الإعلام بشكل عام عن الأعوام السابقة. نتابع. أعتقد أن الوضع بائس، يعني والوضع قاتم أكثر مما كان في السابق، لأنه أيضا يأتي هذا من هوان الصحفيين وضعفهم، وضعف الصحفيين يأتي من ضعف نقابة الصحفيين نفسها. يعني نقابة الصحفيين يقتصر دورها على إصدار بيانات، وأحيانا أيضا يتسول الصحفي البيان ولا يحصل عليه من النقابة. وأعتقد أنه كان يعني في هذا اليوم المفروض أن العدد كان يكون أكبر جدا يعني مما هو الحاصل الآن. والصحفيين إذا لم يحافظوا على حقوقهم لن يحترمهم أحد. من 2011 إلى 2012 هناك فرق كبير في حرية الصحافة. تم إطلاق كافة المواقع التي كانت محتجزة. لم يسجل في عام 2012 عملية قتل للصحفيين، بعكس في 2011 كان هو العام الأسوأ والعام الأسود في تاريخ اليمن الحديث في الاعتداء على الصحفيين. لدينا 5 شهداء وعدد كبير من الجرحى ومن المختطفين، من الصحفيين تعرضوا للتعذيب. ربما هناك زادت مع حركة التغيير للربيع العربي وثورات الربيع العربي، زادت هناك حرية الصحافة أو أصبحت لها مجال أوسع، لكن بالمقابل هناك حالات انتهاك أكثر تعرض لها الصحفيين خلال هذه المرحلة. هناك ظروف مالية صعبة، هناك ظروف اقتصادية، هناك ظروف حقوق وحريات، هناك ظروف حماية الحياة. جميع هذه الظروف يقاسي منها الصحفيين اليمنيين، وأعتقد أن الحكومة لحد الآن الحكومة الجديدة لم تلتفت إلى هذه المسألة بشكل جدي، لم يحدث أي تحقيق جدي في الانتهاكات التي واجهها الصحفيون. وضع الصحفيين ما زال سيء للغاية في بلادنا. يعني مع ثورة الربيع العربي هناك كثير من الصحفيين تم قتلهم، تم اختطافهم، تم تعذيبهم. ما زالت الحرية الصحفية يعني غير متوفرة بشكل كبير في بلادنا. وإلى محافظة حجة، حيث طلب العديد من أهالي قرية المزعالة قبيلة بني بدر، طلب رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي التدخل لوضع حد للقتال الدائر في منطقتهم منذ أكثر من شهرين. يأتي ذلك عقب مقتل الطفل أنس القاعدي ذو 3 سنوات نتيجة إصابته بطلقة رشاش اخترقت رأسه جراء إطلاق نار عشوائي على منازل المواطنين على القرية يوم أمس. ويتهم الأهالي مدير أمن المحافظة ومحافظ المحافظة بإذكاء الصراع وعدم تنفيذ توجيهات النائب العام ووزير الداخلية بتوجيه حملة أمنية لفك الحصار عن قرية المزعالة المحاصرة. ويشار إلى أن النزاع القبلي المسلح يدور على خلفية صراع على قطعة أرض بين آل القاعدي وآل بدر في مديرية الشاهل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل طفلين وإصابة 8 آخرين. هذا ولدي مالك يبلغ من العمر 3 سنوات، قتل برصاصة غدر من بني بدر، قبيلة بني بدر الذي تحاصر المنطقة البلاد منذ 3 أشهر، وعصابة مسلحة يغذيها زيدان دهشوش عضو مجلس النواب. هذا الحصار مفروض على مناطق بني القاعدي منذ 3 أشهر والدولة لم تحرك ساكنا، بل على العكس كلما وجه وزير الداخلية بحملة أمنية يتدخل المحافظ وممثل الدائرة في البرلمان زيدان دشوش برفع هذه الحملة، وكان المحافظ يريد أن يعني تتحول المنطقة إلى بركة من الدم، بل نقل على لسان المحافظ أنه قال الحجر من السائلة والدم من رأس القبيلة. نناشد الرئيس عبد الرب منصور هادي ووزير الداخلية بإغاثة أهالينا في المزعالة، في قرية المزعالة وقرية القاعدة المحاصرين منذ أكثر من 3 أشهر تحت نيران العصابة المسلحة التابعين لبني بدر وبني مطهر الذين يحاصرون القرية منذ أكثر من 3 أشهر. عقد اليوم المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية بمنظمة سياج اللقاء التشاوري الثاني لأهالي المعتقلين والمخفين قسرا، وتم فيه استعراض المستجدات الرسمية والميدانية للقضية واستعراض الوضع والمواقف القانونية من القضية. وأكد القانونيون على عدم استجابة الجهات المعنية لمراسلاتهم بشأن التحقيق وسيادة القانون ومحاكمة من له علاقة بالإخفاء القسري والاعتقال، ووصفوا الوضع بأنه صوت
بلا صدع. كما ناقش أهالي المعتقلين رئيس الجمهورية بالنظر بعين الاعتبار للقضية، وتم في اللقاء رفض الحوار الوطني من قبل أهالي المعتقلين ما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرا. أعزائي المشاهدين، ما زالت نشرتنا هذه مستمرة معكم، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد، والعودة من محافظة الحديدة التي شهدت احتجاجات غاضبة لأبناء مديرية اللحية المطالبة بإلقاء القبض على إصابة متهمة بقتل شخص ونهب أراضي المواطنين. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. هذه أمه وأجل اللي قتل ابني وأجل اللي قتل ابني هذا أجل. قتيل وأربعة جرحى لدى اقتحام عصابة مسلحة متهمة بالتهريب والنهب وإقلاق الأمن والسلم الاجتماعي في مديرية اللحية الساحلية بمحافظة الحديدة، حيث لأن هؤلاء القتلة تجار حشيش ومخدرات، وهم أحمد مغربي وفيصل مغربي وأبدو مغربي وأيوب أحمد حسين عايض والهاشمي، ومعهم إصابة مسلحة يستأجرون الواحد بثلاثة ألف بأربعة ألف بخمسة ألف يوميا ويروح يقتل ومفضل الرصاص. خرج البيئات من المواطنين العزل في مسيرة غاضبة إلى إدارة أمن المديرية مطالبين بالقبض على القتلة والمجرمين وإحالتهم إلى العدالة لينالوا جزاؤهم الرادع، بالحكم على محمد زميلان الذي تساهل في القضية وقع على في الجثث. نطالب بمحاكمته ونطالب بطرده من إدارة الأمن مباشرة لأنه تساهل في القضية وسبب القتلى والجرحى هنا إدارة الأمن. أبلغوا إدارة الأمن قالوا لهم ستحصل مشكلة، روحوا فكونا من هذه للناس المسلحين قبل الحادثة. فلم نجد استجابة من أي شخص منهم جميع، من مدير إلى نائب إلى نائب إلى أفراد. هنا كان موقع جريمة القتل، ومن هنا وصلت سيارات القتلة المدججة بالأسلحة، وهنا بدأ القتلة يصوبون أسلحتهم باتجاه مواطنين عزل كانوا في أعمالهم وعلى أرض لهم. قد هجموا علينا ورشونا برصاص زي المطر، رصاص زي المطر صبوها يصب. احنا رجاء ناس عزل ما معنا إلا الحجرة، نجالسين نبري في آمنين كأمثالنا. هنا لا تزال معالم الخوف والهلع والرعب بادية على وجوه الأطفال والنساء جراء أصوات الرصاص والدماء التي سالت من صدور آبائهم وإخوانهم، تاركة في نفوسهم ندوبا وتساؤلات عما إذا كانت الأجهزة الأمنية قادرة على القبض على هؤلاء القتلة. نائب مدير أمن هو الذي باع وهو الذي شارك في هذه القضية وهو الذي سبب هذه المشاكل، والشهيد هذا لن يروح دم حجرا. نطالب العدالة ونطالب الأمن ونطالب المسلمين ونطالب، وإحنا معتصمين أمام إدارة الأمن. لم تكن هذه الجريمة هي الأولى من نوعها في اللحية، ولكن سبق لهذه العصابة نقدمت على أعمال عنف وتخريب وسلب المواطنين حقوقهم ومطالبتهم بإتاوات جائرة في انتهاكات صارخة لحقوق وحريات هؤلاء المواطنين. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية اللحية، محافظة الحديدة. إلى غير بعيد محافظة حجة، وفيها للأسبوع الثاني على التوالي يواصل أبناء منطقة ميدي اعتصامهم المفتوح للمطالبة بسرعة القبض على أحد النافذين المتهم بإحراق منزل وسيارات للمستثمر إبراهيم مرواني. المزيد من التفاصيل حول الانفلات الأمني في منطقة ميدي في التقرير التالي. بقايا سيارة المستثمر إبراهيم مرواني التهمتها النيران بفعل فاعل جوار منزله الواقع في مديرية ميدي، وحاولت التهام البعض الآخر، لكن أحد أفراد الأسرة غامر لإنقاذها من الهلاك ولم يسعفه الحظ أن ينقذ المنزل الذي داهمته النيران مخلفة أضرارا بالغة وخسائر مادية كبيرة. أنا المستثمر إبراهيم مرواني، تم إحراق سياراتي ومنزلي من قبل ناس متنفذين يعني يضربون الناس بعصات الدولة لأنهم في المجالس المحلية، والسبب أنا استأجرت هذا الكورنيش استثمار وصلحت فيه وغرمت ما يقارب على 25 مليون،
وبعد كده طلبوا مني اني اعطيهم منتصف دخل هذا الكورنيش، وعندما رفضت يعني بدأوا بمعاداتي وتهديدي برسائل. مر على هذه الحادثة أكثر من أسبوعين ولم تقم الأجهزة الأمنية بواجبها في القبض على الجاني رغم معرفتهم به، حسب تصريح هؤلاء المواطنين الذين أفادوا بأنه شخصية نافذة في السلطة المحلية، ما جعلهم يخرجون إلى هذه الساحة لتنفيذ فعاليات احتجاجية تعبر عن تضامنهم مع إبراهيم مرواني. وناجي اليوم خرج اليوم ومسكوتين عساكر قالوا له يا أخي أنت موقف، تصل المدينة الأمن قال ما أبوش عندكم أوامر في مسكو. طب انتم هني الان متصمين لاي حين؟ حتى الغريب حتى الغريب ما عليك اليوم قفزوا حقه، قالوا انت تعصموني وطلعوا حقه اليوم فجر. اعتصام سلمي لأهالي المنطقة في مديرية ميدي امتزج بنفس الثورة الشبابية وتواكب مع تطلعات أبناء المديرية في الاهتمام بمظهر ميناء ميدي ووقوفهم ضد من يريد عرقلة إنجاح هذا المشروع الحيوي الهام. كله على أساس حقد معهم وحصد على الكورنيش هذا، وهم مستثمر مثل الأمة الذي مستثمرين وصلح الكورنيش وصلح المنطقة. حادث مؤلم أسفر عن خسائر مادية وكشف ضعف الأجهزة الأمنية في مواجهة النافذين والمشتبه بضلوعهم في الإخلال بالسكينة العامة، ما يفرض على قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية إعادة النظر في تقييم الوضع الأمني بما يتوافق مع مصلحة المواطن وتأمين حياته وممتلكاته. حصل تباضع، اقولها صحيح حصل تباضع بسبب انه كان في هناك قضيه سابقه وهي مقتل احد اولاد بيت زيلع ولم يتم القبض على المتهم. كان يقولوا على انه لماذا لا تقبضوا على القاتل والمشتبه فيه، تقيموا القيام عليه وترسلوا الاطقم والقاتل لا زال طليق حر. عبد الحميد الاشول لقناه سهيل الفضائيه محافظة حجة. نظم أهالي مديريتي المخادر وحبيش بمحافظة إب وقفة احتجاج المطالبة بسرعة رفع القطاعات القبلية التي تعيق الحركة المرورية والتجارية، كما طلبوا السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة بوقف ظاهرة حمل السلاح. أيضا في إب يتواصل للأسبوع الثاني على التوالي إضراب طلاب ومعلمي معهد التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية النادرة للمطالبة بتغيير طاقم الإدارة وتحسين التعليم في المعهد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. في معهد التعليم الفني والتدريب المهني بمديرية النادرة واقع مليء بمفردات الإهمال ونقص الدعم المقدم من الوزارة وضيق سعة أقسامه، حيث تم اجتزاء عدد من القاعات الدراسية فيه لصالح كلية التربية، هكذا تقول إدارة المعهد. فإحنا بحاجة إلى مبنى كون الكلية استحوذت على مبنى المعهد المهني. المعدات الموجودة معنا تجهيزات هذه كانت تتوافق مع مراكز محور الأمية، يعني تم تأثيثها قبل عام أعتقد 1990. في المقابل يشكو موظفوه المضربون عن الدوام إهمال إدارة المعهد، ويشكون أيضا ما أسموه نهب الاعتمادات المخصصة من قبل الوزارة. وعندنا اعتماد ما لا يوفيش حقه وأيضا ما لا يصرفش بحق الاعتماد اللي يده، ما ندري ألا يذهب الاعتماد ولا ندري بهذا الوزارة كلها، والله إني فلات للوزارة ولا الإدارة ولا الإدارة العامة، أصبحنا غنم بلا راعي. يتدرب الطلاب على معدات عفى عليها الزمن نظرا لتطور العلوم الحديثة، ما يعني ضعف مخرجات المعهد في رفض سوق العمل بحسب المدربين المختصين. ما تتوقف مع هذا الحسن في هذا الوقت الحديث مع التوقف، لأنه فيها يخرج ويجي في السوق عمل غير عمل. ليش؟ سيارة غير سيارة قديمة وزي اللي انتقل من المناطقية إلى العاصمة بيتغير الوضع. في معهد النادرة يستمر الجدل بين إدارة المعهد وموظفيه حول مسؤوليات تردي أوضاعه.
نكلمهم ركبوها ركبوها. ثاني حاجة الحلية حق من تكلم ركبوها؟ الصيانة الوكيل الفني المدير إنه موجود يعني ومهملين الأشياء هذا ليش ما نجدها؟ كلموا بعز أشياء لا هم أصلاً قسم النجارة قاموا فكها ذاتيا الماكينة وإحنا مدرب قسم السيارات يعني تلقائيا بدون أي تكليف من الإدارة. الصعوبات الأساسية هي إيش؟ نقص المكائن الذي هي التطور الحديثة. أما هذا بالنسبة للمكينة هذا ما إيش كافي للطلاب. لحظة وعلى أساس إنه التغيير نشتي تغيير على أساس نوجد عمل وإيجاد مخرجات تعليم صحيحة لمحد المهن. ويرى موظفون آخرون صورة إيجابية جسدها المعهد لرفض سوق العمل بكوادر مؤهلة. حيث تم إلى هذا العام تخريج تقريبا حوالي 180 متدرب يعملون الآن في مختلف الوزارات وأكثرهم في سلاح المهندسين ومنهم من تم وأكثرهم يعني يعملون في دول الخليج الآن ولله الحمد. بين يدي وزارة ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني وضعنا ملامح لإشكاليات تبحث عن حلول تعود بالصالح العام لأبناء النادرة. هشام هادي، قناة سهيل، مديرية النادرة، محافظة إب. ونصل إلى محافظة الضالع حيث نفذ العشرات من أبناء مديرية قاطبة وقفة احتجاج أمام محلية المديرية للمطالبة بما وصفوه بإقالة المسؤولين الفاسدين في السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية، كما عبر المحتجون عن رفضهم لرفع سعر المياه. وإلى الأخبار العربية والإقليمية، حيث جددت قوات الأسد صباح اليوم السبت قصفها أحياء دمشق الجنوبية وبلدتي الزبداني وداريا بريف دمشق، وذلك بعد يوم من مقتل 73 مدنيا في جمعة اقتربت الساعة وآن الانتصار. وقالت شبكة شام أن قصف المدفعية الثقيلة تجدد اليوم على أحياء دمشق الجنوبية وخصوصا القدم والعسالي. يأتي ذلك في حين أعلن عدد من الضباط تشكيل قيادة الأمن الداخلي، كما أكدت كتائب من الجيش الحر في حلب دعمها للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيفتح مكتبا له في إسطنبول وسيكون ممثلا للشعب السوري هناك، كما طلبت قطر من الائتلاف تعيين سفير له في الدوحة. وأوضح أوغلو عقب اجتماعه في أنقرة مع رئيس الائتلاف الوطني أحمد معاذ الخطيب أمس أن تركيا لم تتردد منذ اللحظة الأولى في الاعتراف بهذا الائتلاف، وقالت إنه من الممكن اتخاذ قرارات مشتركة مع الأطراف التي تجتمع في مؤتمر أصدقاء سوريا المزمع عقده في تركيا في 12 من الشهر المقبل. أعلنت اللجنة الفلسطينية المكلفة بالتحقيق في ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات أن ضريحه في رام الله سيفتح يوم 27 من الشهر الجاري لأخذ عينات من رفاته. وقال رئيس اللجنة اللواء توفيق الطيراوي خلال مؤتمر صحفي في رام الله إن ضريح عرفات سيفتح بمراسم ثم يعاد جثمانه بمراسم عسكرية تليق بمقام الزعيم الراحل. وأشار الطيراوي إلى أن السلطة الفلسطينية ستستعين بمختبر روسي لكشف ملابسات وفاة الزعيم الفلسطيني إلى جانب المحققين الفرنسيين والسويسريين، وذلك لاعتبارات وصفها بالخاصة. التحقيق الفلسطيني لديها قرائن وبينات تثبت أن إسرائيل اغتالت الزعيم الفلسطيني. أعزائي المشاهدين، خاتمة هذه النشرة أعود فأذكركم بأهم وأبرز ما جاء فيها من أنباء.
توجهات تركية للانفتاح الاقتصادي مع اليمن. اللجنة العسكرية إجراءات صارمة لمواجهة التقطعات. قوات الأسد تواصل قصف المدن والبلدات السورية. لكم مني كل المنى ومن طاقم الإعداد والإخراج لهذه النشرة، أترككم الآن مع النشرة الجوية. في أمان الله.